في ندوة نظمتها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء ستات، دعا المشاركون إلى وضع استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي بكل مكوناته المادية واللامادية باعتباره ذاكرة وركنا أساسيا من الهوية المغربية. خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع تجليات التراث اللامادي المغربي في حرف الصناعة التقليدية الزليج والقفطان نموذجاً، أكد المتدخلون على أهمية تثمين أدوار التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة في صون التراث الثقافي والدفاع عن قضاياه. الصناع التقليديين جايين هما اللي ملتئمين باش انهم يناديوا بالحفاظ والمحافظه على هذا التراث اللي هو جزء من الهويه المغربيه. فاحنا المغاربه كاملين في ديورنا ولمده قرون، هذه يعني راه اكثر من 1200 سنه، وحنا هذا هو اللباس ديالنا، القفطان والمعمار ديالنا كله. في اي بيت مغربي كتلقى الزليج المغربي، وللحمد لله اليوم التراث المغربي ديالنا راه فات الحدود ومشى للعالميه. هذه المناسبه هذه اللي فعلا تستحق كل التقدير والاحترام، هذه المبادره هذه اللي كتعتني باحد العناصر المهمه في الثقافه المغربيه وفي التراث الثقافي المغربي. والدليل على ذلك أن وزارة الثقافة قامت مؤخرا بتسجيل هذا التراث الثقافي سواء في لوائح منظمة اليونسكو أو في لوائح المنظمة الإسلامية الأيسيسكو. هذا ودعا المشاركون الذين يضمون مسؤولين وحرفيين وصناع تقليديين إلى اعتماد كافة الوسائل والآليات الممكنة من أجل الدفاع عن التراث المادي والغير المادي المتعلق بحرف الصناعة التقليدية وصونه، مع الحرص على نهج مقاربة استباقية لتسجيل هذا التراث لدى منظمة اليونسكو تحسينا له من كل سطو أو تحريف.